أصدرت مجموعة أوكسفورد للأبحاث دراسة حديثة حثت فيها المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية على الاستفادة من تجربة مأرب في مواجهة تنظيم القاعدة، والتي نجحت في الحد من هجمات التنظيم في الجزيرة العربية. الدراسة قالت إنه على مر السنين طورت السلطة المحلية في مأرب استراتيجياتها الخاصة لمواجهة القاعدة في جزيرة العرب، وأوفرت الأمن والاستقرار لسكان المحافظة. وتلفت الدراسة إلى أن هدف وتركيز الجهود المحلية بمأرب وصل إلى ما وراء القاعدة، وعالج الأسباب الجذرية لانعدام الأمن ودوافع وتجنيد المتطرفين. وتشير الدراسة أيضا إلى أن نموذج مأرب كان له آثار بعيدة المدى، حيث أنه دفع المحافظة إلى النمو الاقتصادي والتنمية وخلق فرص العمل والتعليم.